أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في عين الانتخابات. ما يشهده العرس الديمقراطي في البلاد من مشاركة واسعة تعد الأكبر في تاريخ البحرين لفتت الأنظار إلى دوافع هذا الإقبال ومحركاته الأساسية، والتي بينت الإحصائيات والأرقام بكل جلاء أن الشاب البحريني الواعي والمثقف هو عماد وأساس هذا النجاح الكبير الذي تحققه البحرين. شباب البحرين بسواعدهم الوطنية وعزيمتهم القوية يساهمون بفاعلية كبيرة في هذا العرس الديمقراطي الذي تزهو به البحرين للمرة الخامسة على التوالي. فمن يقرأ الواقع السياسي لمملكة البحرين يجد الشاب البحريني مقبلا بنسب عالية للترشح تصل إلى 40% من إجمالي المترشحين للمجلس النيابي والمجالس البلدية لانتخابات هذا العام، ويجد الشاب البحريني ناخبا واعيا محركا أساسيا للعملية الديمقراطية في صناديق الاقتراع، لكون الشباب يمثلون أكثر من 60% من شعب مملكة البحرين. الشباب البحريني يشارك متطوعا لخدمة وطنه في تنظيم العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، كما أنه يشارك بفريق يفوق 160 شابا وشابة للرقابة على سلامة الانتخابات. وفي هذا العام ارتفعت أعداد الشباب بنسبة 13.8%، حيث يشارك أكثر من 56 ألف شاب ينتخبون لأول مرة في انتخابات 2018. ننتقل بكم مشاهدينا إلى الزميل عمار العماري الذي سيسلط الضوء على دور الشباب البحريني في إنجاح تجربة البحرين الديمقراطية. شكرا زميلي يحيى العماري. نعم، شباب مملكة البحرين الكفة الراجحة بميزان انتخابات 2018، شباب يمضي قدما بعزم وإصرار على طريق الازدهار نحو ممارسة حقه الديمقراطي ناخبا ومترشحا ومتطوعا ومراقبا وعاملا رئيسا في نجاح العملية الانتخابية. في ميادين مختلفة كان للشباب دور رئيس في رفع راية المملكة، يدفعهم وعيهم وحسهم الوطني بالنهوض بمسؤولياتهم لمواصلة نجاحات المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. وفي العملية الانتخابية على وجه التحديد يمارس الشباب دورا بارزا في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، حيث كان لافتا إقبال شريحة الشباب من الجنسين على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، فقد تلقت اللجان الإشرافية في محافظات المملكة الأربع طلبات ترشح من شريحة الشباب فاقت نسبة 40% من إجمالي المترشحين. دور الشباب البحريني في خدمة وطنه لم يقتصر على الترشح والانتخاب فحسب، بل تعدى ذلك إلى مرحلة التنظيم والرقابة على العملية الانتخابية، حيث تقدم للجنة العليا للانتخابات 1200 متطوع غالبيتهم من الشباب للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، كما يثبت الشباب دوره البارز بضمان سلامة الانتخاب، حيث تطوع أكثر من 160 شابا وشابة للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، ليجدد الشباب التأكيد على دورهم الكبير في أي نجاح تشهده المملكة، فهم وقود التنمية وعماد نجاحها ومستقبلها المشرق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي الناشط الشبابي محسن الغريري. أهلا بك محسن، وحدثنا أكثر عن دور الشاب البحريني في إنجاح التجربة الديمقراطية في البحرين. طبعا هذا اليوم احنا نعيش أيام جميلة، أيام عرس ديمقراطي في مملكة البحرين، تجربة امتدت لمدة 16 سنة. الشباب اليوم بلغة الأرقام تبين أن الناخبين يصل أعداد الشباب منهم إلى 44% والنسبة في تزايد، فنصف عدد الناخبين من الشباب، فلهم تأثير كبير في إيصال المرشح الأفضل لمجلس النواب. نعم. بالإضافة لذلك في العديد من المؤشرات اللي تبين أن الشباب في هذه الانتخابات لهم تأثير أكبر، عدد المرشحين في تزايد، ثقة الشباب صارت أكبر، قدرتهم على أنهم يدشون هذا المعترك أقوى. بالإضافة لذلك عندنا تنظيم العملية الانتخابية بأكملها من الشباب، الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين النسبة الأكبر فيها للشباب، التواصل الاجتماعي لها دور كبير في إيصال المرشح إلى الناخب والنسبة الأكبر في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم للشباب أيضا. إضافة لذلك عندنا مراقبة العملية الانتخابية،
نسبة الشباب بلغت الأرقام في بعض الجمعيات كان عدد المراقبين يصل إلى 80 شخص، اليوم تضاعف العدد إلى ما يقارب 160 شاب وشابة حابين أنهم يراقبون ويتأكدون من أن الإجراءات سليمة وصحيحة للعملية الانتخابية. فبرأيي الشخصي أن الوعي عند الشاب البحريني يزداد، ولذلك إن شاء الله المرات القادمة بنشوف أن نسبة أن الناخبين أو سن الناخب بقل نظرا لازدياد الثقافة عند الشاب نفسه. نعم، الناشط الشبابي محسن الغريري، شكرا جزيلا لك. إذن دور مهم يلعبه الشباب في إنجاح مختلف المحطات الوطنية التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها هذا المشروع الديمقراطي الكبير. زميلي بسام البدوي لديه تفاصيل أكثر. بسام، أهلا بك ولك الكلمة. شكرا يا حيا. بالفعل للشباب دور محوري مهم في تحقيق تطلعات مستقبل البحرين في ظل العملية الإصلاحية التي تشهدها المملكة بشكل دائم ومستمر، وقد اهتم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بخلق فرص جديدة للشباب بهدف إشراكهم في عملية صنع القرار. وقد أتيحت للشباب فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية هامة من خلال التصويت في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني، وإيمانا بدور الشباب ولإعطائهم فرصة أكبر للمشاركة السياسية، فقد تم تعديل سن الانتخاب ليكون 20 سنة يوم الانتخاب. كما كفل ميثاق العمل الوطني حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وهو ما فتح مجالا للشباب لتسجيل جمعياتهم الخاصة والتي وصلت إلى 21 جمعية شبابية منذ 2002 وحتى اليوم. كما قام مجلس النواب والشورى بإنشاء لجنة نوعية دائمة تعنى بشؤون الشباب لدراسة ومراجعة ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب. ونتيجة لهذا الاهتمام الواسع بقطاع الشباب في البحرين من جميع مستوياته، فقد جاءت الدراسة التي أعدتها وزارة الخارجية البريطانية عام 2016 لتؤكد إن مملكة البحرين أفضل بلد عربي يقدم فرصا مستقبلية للشباب وفق 18 مؤشرا في 5 مواضيع شاملة، أهمها المشاركة السياسية والمبادرات المدنية. إذن فإن مشاركة الشباب باستمرار في العملية الانتخابية سواء بالانتخاب أو الترشح تشكل فرصة لتجديد الحياة السياسية عبر مشاركتهم في صنع القرار ورسم السياسات العامة، وذلك تحقيقا لمسيرة الإصلاح الشامل وتحقيقا لمبدأ المنافسة الشريفة والعادلة في سباق الانتخابات النيابية والبلدية. وبهدف ضبط العملية الانتخابية كفل المشرع البحريني حقوقا للمترشحين لمجلس النواب والمجالس البلدية، والتي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي. هذا كل ما لدي، عودة إليك يحيى. شكرا لك زميلي بسام. إذن بعزيمة لا تنفد وبسعي لا يعرف الكلل، ها هم شباب البحرين يستندون إلى ثقة كبيرة وإيمان راسخ من قبل جلالة الملك المفدى بأن سواعد أبناء البحرين هي الركيزة الأساسية في مواصلة مسيرة البناء والتطور. إلى اللقاء. يزيدنا فخرا واعتزازا أن أهل البحرين الكرام بما توارثوه من عادات وقيم وبما حباهم الله به من نعم وبوعيهم الوطني العميق وبانتمائهم إلى هذه الأرض قد تمسكوا دوما بولائهم المطلق لدينهم ووطنهم وعروبتهم، مبدين عزمهم الصادق
وساعين لكل ما من شأنه رفعة وطنهم وعزته ونهضته ورقيه.